دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ البرلمان المجري إلى المصادقة بأسرع ما يمكن على انضمام السويد إلى الحلف، الأمر الذي يزال رهنا بمصادقة كل من المجر وتركيا. وقال ستولتنبرغ ردا على سؤال حول الموضوع أنه من الأفضل أن يتم ذلك بأسرع وقت بحسب وصفه. وأضاف أمين عام الناتو بأن المجر أعلنت في عدة مناسبات أنها لن تكون آخر البلدان المصادقة على انضمام السويد.